ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ذرهم أمر بأن يدعهم وأن يتركهم. ومر الذرهم ومر في الأتل الذرني. ذرني والمكذبين أقول إيه؟ إنما يتركهم لي، فأنا الذي أمهلهم وأنا الذي أعاقبهم وأنا الذي أعلم أمل أجل الإهمال وأجل العقوبة. وقلنا أن ذرهم فعل أمر ومستعمل منها يذر ويذرك وآلهتك، ولم يستعمل منها في اللغة الماضي إلا ما روي في حديث عن رسول الله: ذروا اليمن ما وذروكم، يعني اتركوهم ما تركوكم، ما لكمش بهم ايه دعوة. ويشارك هذا الفعل فعل آخر اسمها ايه؟ دع. دع يعني بمعنى اترك. قال: اهملت العرب ماضي يدع ويذر، الا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الله، طب ما احنا كلنا بناكل. أم قال لك لا، فيه فرق بين الأكل كوقود لحركة وبين الأكل كلذة وتمتع. البهايم بتاكل ليه؟ بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعت البهايم، بدليل إنها لما تشبع ها لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجة أو عود برسيم واحد زي على الفضل. طب خلي بقى الانسان زي ما قلنا كده ياكل ويشبع وقام يغسل ايده ويسلك اسنانه، وبعدين تقول له والله انت نسيت اليوم التاني راجع. شوف ازاي، لانك بتاكل شهوة مش بتاكل وقود. فبنزرهم ياكلوا يقولوا له احنا بناكل وبنشرب، يقول لك لا انت بتاكل ليه؟ علشان تبقى عندك طاقة، فان جاءت اللذة معها يبقى خلاص، لان في مرة ناكل ونتلذذ، انما ما يمرش علينا يتعبنا نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيفن اب، اديني مش عارف شويه مش عارف اسمه ايه ده اللي بياخدوه ده فوار. طب وين اللي زنقك علشان تقعد تاكل اب وبس؟ انت ملزوز من الاكل، اذا انت بتاكل لذه مش بتاكل وقود، مش بتاكل طاقه على قد. ولذلك النبي يقول لك حسب ابن ادم لقيمات يقمن قلبه، اوعى تعملها حكايه شهوه. ولذلك هيجي في الاخره بقى احنا ناكل علشان بنستلذ، انما نتعب ما يمريش علينا. وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بقول له كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه، مش كده بيحصل؟ انما يمري عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه، لانه بنعلمه يقوم يفضل على الاكل ده بياكله مريء ده، انما مش هني ساعه ما ياكله من غير ملح كده وياكله مسلوق ولا مش مسبك كده يزعل ومش عارف، مش هني، انما مريء ولا مش مريء؟ مريء. فطعام الاخره بقى هياخد الاثنين، هنيئا مريئا. سبحان الله، يبقى لذيذ ويمري. فانتم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا، اي اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائم. بس احنا هنظلم البهائم، لان البهائم ملهاش مهمه الا معك انت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه، هي مأديه المهمه، ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات، ما قالش للبهيمه اعمر الارض، لا، انما انت ليك مهمه ثانيه غير الاكل والايه؟ غير الاكل والايه؟ الصرف. ويلهيهم الامل. يلهيهم الامل، قال لك يقعدوا يأملوا بقى. الامل ده ايه؟ نصب غايه سعيده تعيش فيها لتلهيك عن وسيله تنفع. يقول لك انا حايا ده البنت هيبقى فيه كنز وهيجي لي الكنز ومش عارف ايه، لا ابويا مش عارف هيجي لي طب ما تعملش. ولذلك يقول لك الامل بدون عمل تلصص، بدون عمل. امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه. ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هذا هو الامل، النعمه اللي هو فيه جناين وهيصه واخيل واعناب، ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، بيامل ان الساعه مش هتقوم، وان كانت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضه. اهو ده امل، اهو ده الايه الامل. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون،
سوف يعلمون. كلمة سوف دي تدل على زمن متراخي شوية. ليه؟ لأن الأفعال زي يعلم، يبقى ممكن يعلم الآن ويعلم بعد الآن على طول، ويعلم متقدم شوية، إنما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي، هيعلم بعد زمن بس أقصير. سوف يعلم يبقى الزمن إيه؟ زمن بعيد. سوف يعلم ديا واخد كل الأزمنة، فإن كان النصر المؤمنين هيندركوا، وإن كان لما يموتوا يتمنوا إنهم يبقوا مسلمين، ولما في الآخرة. يبقى سوف دي واخدة الإيه؟ واخدة الزمن كله. فسوف يعلمون. وقد صنع الله في كونه في الدنيا أشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامة. إيه؟ أم قال لك هعمل صور كده بس. الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياه ومش عارف ايه، هاجي لهم بزلزال فجاه كده يروح مقدم لهم ال. طب لو كنتوا ناصحين ما تنبأتوش، ليه ما انتوا بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه، الطياره اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه، الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين تلتفت وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى، الحامري اللي انت بتقول عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم. قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع، استشعرت قبلكم. يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانساني؟ دك للغرور الانساني. يقول لك يا سلام البلاد دي ما الامطار ما بتمسفهاش، ولذلك الخضره فيها موجوده، واحنا بلادنا صحاري وجفاف، يروح عامل لهم فيها ايه؟ جفاف. الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم ليها. وبعد ذلك حب يضرب لنا المثل كده، قال اسمعوا بقى، وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. كتاب يعني اجل مكتوب، هنهلك القريه دي في الوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها، ونعمل لكم المسل دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما ايه؟ فيما لا تروا. ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتاع، يروح عامل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير. ولذلك احنا في العهد القريب ده احنا كنا مثلا ما نروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حتة ننام فيها، وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركة الاقتصاد في الدنيا، وخاصة بعد ما حدث في مصر، وابتدأت ارتقت ارتقاءات الله. وبعدين برضو فجروا مع ذلك وعملوا اللي ما ينعمل، فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي هيجيلها يوم ومش هيجيلها من بره، بأسهم بينهم ويزيق بعضكم بأس ايه؟ بأس بعض. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ما يحدث في الدنيا، بيقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه، انني لما حدثك عن الاخره يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه انت شفت. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. والآية اخرى في سورة الاسراء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان من قرية الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا قبل القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله، ان من قرية يعني لا توجد قرية الا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامة، يعني عيانا بيانا في الدنيا. كل قرية يا رب كده، لا القرية اللي قلنا عليها هتبقى ايه؟ القريات الظالمة اهلها، انما كانت قرية وهتفضل على بتاعها خلاص كده مفيش كده. ولذلك هناك في تفسير النسخي لما تقروا حكاية مقاتل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، هيقول لك ايه الكتاب ده صدر في سنة ما، لأن فيه تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن إيه؟ مهلكوها قبل يوم القيامة،
لا هي قبل يوم القيامة الأول ولا لا؟ أيوة قبل يوم القيامة الأول، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مش كده؟ اقرأ ثاني. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فواحد فقوم في المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مسطورا ويعلم الله بعض خلقه على اسراره في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه؟ مصر. قال بالنص دي ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكاية دي نسألوا للرئيس اللي كان موجود ده، يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت، وادي سوريا صحيح سافت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه 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 والايه، فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. اذا الحق سبحانه وتعالى يترك في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحقيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن ان يكون بعد الايه بعد يوم القيامة. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم. ما تقولش ايه ما حصلش ليه، ده كل حاجة بايه باجل. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، عند الاجل يجي فانت ما ايه لا هتسبق ولا ايه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الذكر، فسموا القرآن ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون. تناقض ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه تهكم، لان اللي قالها كبار الكفار، مثلا واحد اسمه عبد الله ابن اميه والنضر مثلا ابن الحارث ونوفل ابن خويلد والوليد ابن المغيره، دول اللي هم قاعدين كده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، اكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به. ما هو لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا لا انت مجنون. فدول الاربعه اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام. ورحم الله شيخنا سيدنا الشيخ موسى شريف وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي، فاحد ابنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسه اللي حافظ الاسامي دي ومش عارف ايه. قال لي يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الاسماء. قال له طب ما تعلمنا انت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. اي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي قالك يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه يعني؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الاول خده، ومن الاسم الثاني الحرف الايه الاول، واعمل لها كلمه. فقال له طب انت عملت ليه؟ قال عنه عبد الله بن اميه وعنه نون مشدده النضر بن الحارث ونوفل بن خويل والوليد بن المغيره. اتعرفت ولا لا؟ ما نسيناهاش من بعدها ابدا. جاء في مره ثانيه وهو بيتكلم في الثلاثه اللي خلفوا وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا يعني عن غزوة ايه تبوك، وما كانوش عندهم عذر التخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعة، قطعوهم. وادي السجن بتاع زمان، السجن مش يسجن المذنب لا يخليه ويا الناس، انما يسجن الناس عنه، هو حد يكلمه حتى نساءه. شوف العظمة بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عما بيقول ايه وتجمعهم الثلاثة دول مكة
وقعوا بقى. كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمة واسعة، اذكر اسمه دلوقتي، ده هو اللي كان بيقرأ التفسير لهم. فقال لهم مكة دي هم ده الحكاية حصلت في المدينة، الحكاية حصلت في المدينة، ازاي تجمعهم مكة؟ وقفوا متحيرهم ايه، اتحيروا فيهم. فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم ما تجمعهم مكة، مش انهم كانوا في مكة، لا ده تجمعهم كلمة مكة، كل حرف من الكلمة دي بيشير الى اسم مكة، مرارة ابن ايه ابن الرب، وهلال ابن امية، الله. طب والكاف كعب ابن مالك، مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جمعتهم، ده تجمعوا اسماءهم كلمة ايه، كلمة ايه مكة، فهم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، تناقض، بتقول ذكري ونزل عليه وبعدين تقول لمجنون. كلمة مجنون دي كلمة يقولها الهايف اللي مش غادر يصطاد اي حاجة. طب هو المجنون يبقى على خلق؟ مين قال كده؟ ولذلك ربنا لما حب ينفع عنه الجنون قال انك لعلى خلق عظيم. طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم؟ ابدا. برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده، قالوا ايه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من المنافقين بيقولوا كده، ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من ايه حوله، رجوعهم ينفضوا من حوله. يقولوا رسول الله، طب ما دام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب ما دام امنوا بالذي والذي من غلبة الحق ساعات تصطرع الحقائق مع الباطل، يقوم الانسان في دفعة كده، ما هو الحق له قرار وله صولة، يقوم الحق يمتزج مع الباطل، يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه. ولذلك حتيجي في اول سوره المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، خلاص ما دام نشهد انك لرسول الله والله ايه يعلم انك ايه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم بيقولوا نشهد انك لرسول الله، هيكذبوا في ايه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله؟ طب ويبقوا كذابين ازاي؟ أم قال لك في قولهم نشهد مش في إنك لرسول الله، لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، واللسان ما وطأش الإيه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجيبها كده ومرة يبقى على القرآن ويبقى تهذيب، وعلى الرسول ويبقى إيه إنك تم يهذب. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلب في لحظة من اللحظات عند المعاند من غير أن يشعر، ده كلمة يا أيها دي بيقولوها للنبي، كانوا قالوا يا محمد ولا حاجة، يا أيها زي ما بيخافوا ربنا، زي ما ربنا بيخاطب محمد بيقول له ايوه. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين، لو ما تاتينا بالملائكه فيه لفظين في اللغه، اللفظين يدلهم على الحس وعلى الحظ وعلى رغبه المتكلم في ان يوجد ما بعدهما. لولا اكرمت فلانا اذ جاءك، لولا ذكرت دروسك لتنجح، لو ما كرمت معلمك، فأني لولا ولوما الاثنين بيجوا عشان ايه، يدلهم على ان ما بعدها تحب ان يكون فتطلب ان يكون، اسم التحضيض، اسم الحس. ويجي وياهم لفظ تاني اسمه ألا فعلت كذا، ألا فعلت كذا، وبهما التحضيض مز وألا ألا ألا وأوليان الفعل، الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعده.
لولا جاءوا عليه بأربعة حرف. إذن لولا ولوما الاثنين حرفان من حروف التحضيض، التحضيض والحس والرغبة في إن ما بعدهم إيه، في إن ما بعدهم إيه يأتي. هنا يقول لك إن أصل لوما ولولا أصلها لو وزيدت لا وما، زيدت ديا أنا عايز اللي يقولها في القرآن يستغفر الله منها، ما يصحش الآن. في ناس مؤدبين شوية ما يقول لكش زائد، يقول لك ده حرف صلة، حرف إيه صلة. نقول له لو كنت منصف كنت تقول دي أنا عقلي وقف عندها خلاص وتنتهي المسألة، شوف المعنى الإجمالي إيه وقول والله عقلي وقف عندها ما فيش فيها حاجة أبدا، خلاها من المتشابه يا سيدي، ولا تقول ما تحكمش بأنها إيه إنها زايدة. ليه؟ قال لك لأن لو تكفي، لو تفعل كذا تبقى تمني، لو تقوم لقضاء الشيء الفلاني مش عارف، وبلاش لا لولا ولا إيه لا ولا ما، تقول له اتفقنا. إذا لو تأتي للتمني للرغبة يعني، خلاص اتفقنا لرغبة إيه؟ لرغبة ما يكون بعدها. طب إن كان ما بعدها إثبات تبقى ترغب أن يكون، طب وإن كان ما بعدها نفي تبقى ترغب أن لا يكون. طب وهي لو في الاستعمال إيه؟ قال لك ده لو دي حرف امتناع. إزاي؟ لو جاء زيد لأكرمته، يبقى جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ادي انت قلتها ما جاش. انت وقفت عند لو التمني ولم تقف عند لو الامتناعيه. لو جاء زيد لاكرمته يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لا المجيء كان ولا الايه ولا الاكرام. تبقى امتناع لامتناع، امتنع ايه الاكرام لان امتنع مين المجيء. يبقى ما بعد لو الامتناعيه ممتنع ولا مش ممتنع؟ ممتنع. منفي ولا مش منفي؟ منفي. طب عال قوي، فإذا جئت قلتي لو جئتني لأكرمتك يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لو لم تجئ فلانا لما ضربك، مش كده؟ الله، يبقى إذن أنت لازم تشوف لو دي داخلة على نفي ولا على إثبات. ما ده لو بتمنع اللي بعدها، هات لا بقى النفي وهات ما النفي، ما هي ما بتنفي ولا بتنفي، هات قبلهم لو ولو بتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه منفي، تبقى نفت النفي، يبقى اثبتت ولا ما اثبتتش؟ يبقى تقول ايه بقى هي؟ لو امتناع، ومعنى امتناع يعني نفت مين؟ نفت اللي بعدها. الاول ما دام نفت اللي بعدها تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش. طب لو كان اللي بعدها اناف منفي تبقى هي حتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه منفي، تبقى نفت ايه؟ تبقى نفت النفي، ونفي النفي يبقى ايه؟ يبقى اثبات. يبقى انا عايز اللي يحصل لانني نفيت النفي ولا زيد ولا اي حاجة. لو ما تأتينا بالملائكة، هي اصلها ما تأتينا بالايه بالملائكة، دي نفي، وبعدين جت لو بتاع النفي تبقى نفت الايه النفي. لو تأتينا بالملائكة خليهم يجوا، يبقى حظ وحس ولا لا؟ يبقى زايدة ولا مش زايدة؟ لا ما هي زايدة، ده نفت النفي على يعني اثبتت على اقوى من النفي. لو ما تأتينا بالملائكة عشان يعملوا ايه يا سيدي؟ عشان الملائكة دي يعملوا ايه؟ يبقوا رسل لكم ولا يبقوا مع الرسول يؤيدوه؟ لولا انزل عليه ملك يجي وياه يعني يونسه كده او يقول ده مصادق ولا، طب انتوا حسدتوا صدقتوا ولا صدقتوا الملك؟ تبقوا صدقتوا الملك. طب ما هو القران قال كده، قال ايه القران؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، اللي منعهم قولهم، قالوا ايه يا سيدي؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ يبقى هو ده اللي منعهم، يبقى اللي منعهم من الايمان انهم قالوا ربنا لو كان عايزنا كان بعث ايه غير بشر، انما بعث لنا بشر. فالرد عليهم
بسيط قوي. قال لك قل في الرد عليه: لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ليه؟ لان معنى ذلك ان الرسول لازم يكون ايه؟ من جنس المرسل اليه، لانه مبلغ واسوة. انما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم دايما مسبحين، تقول له ما انت تعمل كده لانك ملك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما، انما احنا ما ننفع. تبقى تنفع الاسوة؟ ما تنفعش. وحنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه. طب هتتكلموا من الملك ازاي؟ ده طبيعة مختلفة. اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتأخذوا عنه، واما ان ينزل الى البشرية الى مستواكم لتأخذوا منه. ما الحقيقة ازاي؟ لازم يكون كده. طب مش هتشوفوه على انه صورة ملك، يبقى لازم ينعمل ايه؟ نخليه زي صورة راجل كده. طب ما هو صورة راجل للبسنا عليه، ما هو معلو ده راجل ده مش ملك. ثم يتبع الحكاية هي شوف بقى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا إيه؟ من السماء ملكا رسولا. ولو جعلناه ملكا وجعلناه رجلا. وتبقى الشبهة جات ولا مش جوبة؟ ده راجل يقولوا إيه اللي عرفوا بقى أننا ملك بقى؟ الله، تبقى هي المسألة إيه؟ هناك ليكون معه ايه؟ نزيرة، مش كده؟ نعم. لولا انزل اليه ملك ليكون معه ايه؟ نزيرة. نعم. طيب لو ما تأتينا بالملائكة، وش من الغباء بتاعهم؟ وقالوا ما نبقى بحاجة تأتينا انت. طب كانوا يقولوا لو كان ربنا بقى ينزل ملائكة، ما هو دل على ان التراب الاسلوب، حتى التراب الفهم، التراب الاداء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي في البلاغ عن مين؟ عن الله. بقى أنا لما أبقى صادق في البلاغ عن الله، أنا اللي أجيب لكم ملك؟ طب إيه التنافض ده؟ فيرد الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. كل واحد له دور، وكل واحد له مهمة، والمهمة دي إن الملك ينزل على اللي جاي لكم. ليه؟ أم قال لك لأن التلقي من الأعلى بالنسبة إلى الأدنى شاق، فلا بد من وسائط بين الأعلى الممد وبين الأدنى الممد. وإحنا ضربنا مثل تقريري ولله المثل الأعلى، قلنا لما نكون عايزين نعمل ولناسة في البيت ما نقدرش نعملها على التيار العام، بنعمل إيه؟ شيء ياخذ من القوي يدي للضعيف، تلك هي وساطة الوحي. والى لقاء اخر.